قام سعادة المهندس عصام بن عبد الله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بزيارة تفقدية إلى منطقتي الحورة والقضيبية للاطلاع عن كثب على احتياجات المنطقة من المشاريع الخدمية والتنموية. وقد أكد سعادة الوزير أن هذه الزيارات تأتي في إطار توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء للوقوف على احتياجات أهالي المناطق والاستماع لملاحظات ومقترحات المواطنين والمقيمين ودراسة مدى الحاجة للمشروعات التطويرية. وخلال الجولة اطلع الوزير على جملة من الاحتياجات والمقترحات التي قدمها نائب وأهالي المنطقة، وكلف الوزير المسؤولين في شؤون الأشغال بدراسة الطلبات المقدمة، كما وجه المسؤولين في أمانة العاصمة إلى تكثيف أعمال الرقابة والتفتيش على المحلات التجارية وإغلاق المخالف منها بالتنسيق مع وزارة التجارة، بالإضافة إلى وضع خطة عمل واضحة للتفتيش والرقابة على سكن العمال لضبط المخالفات وحفظ النسيج الاجتماعي البحريني، ومتابعة كافة إشغالات الطرق وأمور النظافة القائمة المتكررة في أسرع وقت ممكن. وأضاف الوزير أن الوزارة ملتزمة بتطبيق برنامج عمل الحكومة وتسخر كافة إمكانياتها من أجل تحقيق المصلحة العامة، منوها إلى أن الوزارة على استعداد لتنفيذ كافة المشاريع التنموية المنضوية في إطار اختصاصاتها بحسب الموارد المتاحة. تنفيذا للتوجيهات سيدي صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، قمت اليوم بمعية زملائي وزميلاتي المسؤولين في شؤون الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بزيارة ميدانية إلى منطقة الحورة والقضيبية، والتقينا اليوم مع سعادة النائب عادل العسومي وأيضا رئيس مجلس أمانة العاصمة في، واستمعنا اليوم إلى مطالب والملاحظات من سعادة النائب ومجلس أمانة العاصمة عن متطلبات هذه المنطقة العريقة من العاصمة. الطلبات كانت كلها خدمية تتعلق ببعضها في توفير مواقف المرور وتحسين انسيابية الحركة المرورية، وأيضا توفير مواقف إضافية، وكذلك الاعتناء في الحدائق في المنطقة. تطرق سعادة النائب والأهالي إلى جملة من المطالب أيضا تتعلق بالنشاطات التجارية وتنظيمها. طبعا نشكر صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء حفظ الله ورعاه على توجيهات الكريمة للوزراء الخدميين للنظر في احتياجات منطقتي الحورة القضيبية. أمانة زيارة سعادة وزير الأشغال والبلديات الأخ عصام خلف زيارة جدا مثمرة، أمانة هو من وزراء فعلا اللي يحرجوننا من خلال تعاونهم ووضع الاستراتيجيات، قادر على وضع استراتيجيات حل مشاكل كثيرة في الحورة القضيبية. أنا ما بالغ لما أقول كل شارع وكل داعوس عصام خلف له بصمة وحل مشكلة وحل صعوبات الأهالي واجهوها.